ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا النموذج الثاني. تكلمت في النموذج الأول كيف نضع أدوات التدريب اللي نأدي عليها ما يعرف بالتدريب البدني، وكثير غيره من ضمن الموانع شواخص أحلاق وأي أدوات تدريب السلالم الأفقي. دائما أقول إذا أنت ما عندك يعني أداء فعلي فقط بدني على الأدوات، وأنا مو من أنصار هذا الموضوع، أختلف مع مدرب أكثر مدرب اللياقة البدنية، لكن هم طبعا مدرب اللياقة البدنية أحسن وأفهم من عندنا فيما يعرف بمهنتهم، لأن هاي معايشة يومية، فإحنا ما نعلو عليهم، لكن إحنا عندنا أفكار وهم عندهم أفكار. وأنا نصحت مرة قلت حاولوا أن تمزجون الأداء البدني بالأداء الفني. فأعطيت نموذج الأول، أعطى نموذج عندك الهدف. دائما في ساحات العالم كله خلف منطقة الهدف مسافة من النجيل، سواء كان صناعي أو غير صناعي، أو ما يعرف إحنا نسمي العشب مال الساحة، ومكان مناسب جدا لوضع أدوات التدريب والتدريب عليها خلف الهدف. شوف هذا الهدف، أنا واضح خلف الهدف. شوف داخل الساحة، ما واضع أدوات وإنما واضع أداء فني. فلو قدر المدرب أن يعمل الأداء الفني هنا من الأداء البدني هنا بأي مجموعة من الأدوات اللي يضعها وبدون أداء فني، لا بس مدرب جيد يضع ثلاث محطات، يضع أربع محطات اللي يجب، لأن هاي مسافة طويلة اللي نسميها خط الهدف، على طول خط الهدف، منطقة رائعة خلف الهدف، وترى المدرب يجيب الأدوات يضعها داخل الساحة. هذا يعني أنا ما أتفق وياه. أنا منعت بعض المدربين قلت لهم لا تدربون بدني إذا ما عندكم فني، ليش تدخلون الأدوات؟ لماذا تدخلون الأدوات داخل الساحة؟ ظلوا هاوت سايد أو خلف خطوط التماسك، وين مساحة معينة فاضية ليست داخل الساحة وإنما جنب الساحة أضح، وإذا بعيدة عن الساحة أضح. التمارين مثل هذه عادية، مجاميع أي مجاميع، فأي أدوات تريد تضعها هنا ضعها، يؤدي عليها اللاعب ما يريده زين، ثم من يدخل الساحة ينتقل الأداء الفني، فيؤدي ما شاء على هذا الأعلام والشواخص، ثم يؤدي القفز بقدم واحدة بين هاي الحلقة زين، ثم يدخل الساحة. حال دخول الساحة ستة مرر الكرة، وهو بالتاتش الواحد يلعب مناولة جدارية، وهي تسعة يرد للكرة، يكون هنا أنا واحد يرد الكرة إلى سبعة اللي ينتظر ويروح خلف سبعة، بينما ستة يروح خلف 11 وتسعة يروح خلف خمسة عشان يبدلون الواجبات. فاثنين بدأ تدريبه وراح خلف مجموعة ثمانية، وستة هيئ الكرة وراح خلف مجموعة تسعة، وتسعة بعد اللعب المناولة الجدارية راح خلف مجموعة. إذا درب اللاعبين مع عقارب الساعة، وهكذا يدرب اللاعبين بهدوء بشكل جيد. ممكن أن نضيف مجموعة رابعة هنا وزيد من الأداء الفني، ممكن أن تضع محطة أخرى للأدوات التدريب وزيد من الأداء البدني. يمكن أنت لا تنسى أن هاي الأربعة رقص سريع جدا، فبدني بدني بدني، وهذا كل الأسهم المنقطة بدني، فيما عدا أنه أنت دائما تطلب من ذول اللاعبين اللي هم تسعة يعني مسافة قصيرة يقدر يتمشاها أو يهرولها، وهذا ستة يروح حوله، بينما إحنا حملنا على هذا اللاعب اثنين، يكون حمل جيد وحمل ويأخذ راحة جيدة، وين راح ياخذ راحه. فالاعمال الفنيه المرتبطه بالبدنيه والبدنيه المرتبطه باستخدام الادوات واضحه اما خلف الاهداف او خارج ساحات اللعب، وخصوصا منطقه الجزاء، ابعدها عن منطقه الجزاء، اياك. فانا اتكلم عن قلت ولا زلت اقول أتكلم عن ما يعرف بالساحة اللي
النيجين المالح او العشب جيد، لا تخربها باداء تمارين بدنيه على الادوات وانت عندك مساحات خارج الساحه جيده جدا للتطبيق. بس فجبت نموذج وهذا النموذج، اللاعبين يدورون، نسوي بدني، نسوي ركض سريع، نسوي يعني تبادل بالكره ممتاز مع تسعه ومع وتنتهي عند سبعه، يعني هاي المناوله الجداريه ممتازه داخل الساحه وبيها جهد بدني وبيها جهد فني، وهكذا يبدي سبعه وهكذا يبدي ثمانيه، ينتقلوا من اللاعبين فد اليه جميله ومناسبه لمنفق المجيد المولى. انا اتمنى من الله سبحانه وتعالى الصحه والعافيه للجميع، وصلى الله على سيدي رسول الله وعلى ال بيته الكرام وصحبته الميامين. شكرا جزيلا.